السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم. معاكم النهاردة إن شاء الله في منصة البث المباشر، هنعمل مراجعة نهائية لمادة العلوم للصف الثالث الإعدادي. هيكون معاكم شيماء الديب، معلم علوم مدرسة الضبعة الإعدادية بنات محافظة مرسى مطروح. كنا اشتغلنا مع بعض على مدار السنة الحمد لله في شرح مادة العلوم. النهاردة هيبقى معانا المراجعة الأخيرة وفقا لنظام الأسئلة النهائي اللي نازل من الوزارة. طبعا حضراتكم عارفين الأسئلة هتكون عن أسئلة اختيار من متعدد، وهنحل مع بعض النهاردة النماذج التجريبية اللي نازلة من الوزارة، وبإذن الله في نهاية الحصة هيكون عندنا مسابقة سريعة كده برضو بنفس نمط الأسئلة اللي ممكن نلاقيها موجودة في الامتحان. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. في نفس الوقت يا جماعة مطلوب من حضراتكم تبدأوا تحلوا معايا الأسئلة. هنبدأ بالنماذج الاسترشادية. السؤال الأول بيقول: تظهر خيوط المغزل في الطور نقط أثناء انقسام الخلية. تظهر خيوط المغزل في الطور نقط أثناء انقسام الخلية. الطور التمهيدي، الاستوائي، الانفصالي أو النهائي. تمام، زي ما حضراتكم قلتوا بتظهر في الطور الايه؟ تظهر في الطور التمهيدي. نفس السؤال ممكن يجيبه لنا بس يقول لي تختفي خيوط المغزل، بتختفي خيوط المغزل طبعا في الطور الايه؟ النهائي. نحصل على صورة تقديرية معتدلة مكبرة بواسطة. الصورة التقديرية المعتدلة المكبرة بنحصل عليها طبعا بواسطة المراية الايه؟ المراية المقعرة. سؤال زي ده لو حضراتكم يعني اتلخبطتوا فيه في الامتحان ومش قادرين ان انتوا توصلوا للاجابه الصحيحه، في اجابتين هنا شبه بعض، فطبعا مستحيل هو يكون مختار واحده منهم. يعني المرايه المحدبه والعدسه المقعره الاتنين بيدوني نفس الحالات، فاوتوماتيك كده لو انا متلخبط يبقى لازم اشطب الاجابتين دول مع بعض، لان الاجابتين دول حاجه واحده، يبقى هما الاتنين مستبعدين. ما تبقاش عندي غير المرايه المستويه والمرايه المقعره، واحنا عارفين مرايه مستويه بتديني صوره ايه؟ مساويه للجسم، يبقى ما بقاش قدامي غير المرايه المقعره. يبقى ده بالنسبه لحوار الحالات عشان ما نضطرش ان احنا نقعد نحفظ الحالات، احنا ناخدها بالفهم كده افضل. السؤال اللي بعده بيقول: من امثله الكميات الفيزيائيه المتجهه، مين فيهم دول كميه فيزيائيه متجهه؟ مسافه ولا زمن ولا كتلة أو الإزاحة؟ طبعا الإزاحة عندي من الكميات الفيزيائية الإيه؟ المتجهة. السؤال الرابع بيقول: تفسر نظرية نقط نشأة الكون منذ 15,000 مليون سنة. يبقى أنا كده بتكلم على نظرية إيه؟ نظرية نشأة الكون يا جماعة. الاختيارات بتقول: السوديم، الانفجار العظيم، النجم العابر، أو النظرية الإيه؟ الحديثة. طبعا أنا عندي ثلاث نظريات بتفسر نشأة المجموعة الشمسية، ونظرية واحدة هي نظرية الانفجار العظيم التي تفسر نشأة الإيه؟ الكون. يتحرك الجسم بعجلة منتظمة سالبة عندما، يتحرك الجسم بعجلة منتظمة سالبة عندما يبدأ حركته من السكون، أو تتزايد سرعته، أو تتناقص سرعته، أو تتضاعف سرعته. خدوا بالكم هنا عندي يا جماعة ثلاث حاجات شبه بعض، يعني كلمة تتزايد السرعة عمالة تزيد، يبدأ حركته من السكون معناها برضو السرعة بتزيد، تتضاعف سرعته يعني السرعة بتزيد. إذن الثلاث إجابات دول مشطوبين مع بعض كده، ومش هيتبقى عندي غير الإجابة الإيه؟ الأخيرة، تتناقص سرعته. أوقات الحل بيكون عندي أسهل لما أبدأ أستبعد الإيه؟ الإجابات. العدسة المحدبة التي قطر تكورها 20 سنتي. العدسة المحدبة التي قطر تكورها 20 سنتيمتر، يكون بعدها البؤري كام سنتي؟ 20، 10، 15 ولا 5 سنتي؟ يبقى 20 ولا 10 ولا 15 ولا 5 سنتي. اكتبوا الإجابة في الشات كده سريعا، وعايزاكم تشوفوا هتحلوا السؤال ده صح ولا لا. يبقى تاني،
العدسة المحدبة التي قطر تكورها 20 سنتيمتر يكون بعدها البؤري كام؟ 5. هل إجابتكم كانت صحيحة ولا لأ؟ تعالوا كده نشوف مع بعض احنا ليه قلنا 5، لأنه هنا بيقول ايه يا جماعة؟ هنا بيقول قطر تكورها 20، يبقى معنى كده ان نق ب10، نصف القطر. لسه ما عنديش نصف القطر، نصف القطر بكام؟ ب10، وبالتالي يكون بعدها البؤري 5. طيب تعالوا نشوف كده الأسئلة اللي بعدها. السؤال رقم 1 بيقول الصورة التقديرية للجسم بتكون مقلوبة دائما ولا يمكن استقبالها على حائل ولا معتدلة دائما ولا مساوية للجسم؟ الصورة التقديرية اتفقنا انها صورة ايه؟ معتدلة دائما، يبقى التقديرية بتكون دايما ايه؟ دائما صورة معتدلة. السرعة النسبية للجسم تساوي 0 عندما يكون المراقب متحرك في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه ولا نفس الاتجاه وبنفس السرعة ولا عكس الاتجاه وبضعف الايه السرعة. طبعا هنا السرعة النسبية للجسم هتساوي 0 لما يكون المراقب متحرك ازاي؟ متحرك في نفس الاتجاه وبنفس الايه السرعة. عشان اقول نفس الاتجاه يعني انا بطرح، ونفس السرعة يعني مثلا اقول 30 ناقص 30 فتطلع السرعة النسبية بتاعتي بكام؟ بصفر. يبقى نفس الاتجاه وبنفس الايه السرعة، دي الاجابة السليمة. سؤال رقم 3 بيقول جميع ما يلي كميات فيزيائية متجهة ما عدا، خدوا بالكم بقى من قصة عادة دي لما تكون موجودة في السؤال. يبقى كل ده كميات متجهة ما عدا حاجة واحدة، الإزاحة ولا العجلة ولا السرعة المتجهة ولا المسافة. يبقى تاني، جميع ما يلي من الكميات الفيزيائية المتجهة ما عدا إيه؟ تمام، زي ما حضراتكم قلتوا ما عدا الإيه؟ ما عدا المسافة. رقم 4 بيقول بيحدث الانقسام الميوزي في خلايا ايه؟ انقسام الميوزي هيحصل فين؟ احنا عارفين انقسام الميوزي بيحصل في الخلايا التناسلية، تمشي معانا الكبد، الجلد، الخصية ام العضلات؟ طبعا الايه الخصية لانها خلايا ايه منسية. اصل المجموعة الشمسية تبعا لنظرية النجم العابر، السوديم، الشمس، نجم آخر غير الشمس ولا الأرض؟ خدوا بالكم احنا شغالين وفقا لنظرية النجم الايه العابر، فوفقا لنظرية النجم العابر كانت ايه الشمس. لكن لو كان بيقول لي نظرية السوديم يبقى أصلها السوديم، النظرية الحديثة أصلها نجم آخر غير الايه الشمس. يعالج قصر النظر باستخدام ايه؟ مرآة محدبة، مرآة مقعرة، عدسة محدبة، عدسة مقعرة. قصر النظر بيعالج باستخدام ايه؟ طبعا قصر النظر بيعالج باستخدام عدسة، بس عدسة ايه؟ عدسة مقعرة. برافو، عشان خاطر تفرق الأشعة قبل دخولها للعين وتجمع الصورة عند الايه عند الشبكية. الجزء اللي بعده بيقول الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما إيه؟ الهيدروجين والأكسجين، الهيدروجين والنيتروجين، الهيدروجين والهيليوم، أخيرا الهيدروجين وثاني أكسيد الإيه الكربون. طبعا الإجابة الإيه التالتة، الـ HE والـ H. مصدر التغير الوراثي هو التكاثر الايه؟ تغير وراثي، يبقى تكاثر جنسي. تمام،
طبعا هو مصدر تغير وراثي لأنه بيتم عن طريق فردين أبويين، وبتحصل فيه كمان ظاهرة الإيه؟ ظاهرة العبر. وضع جسم على بعد 70 من مرآة مقعرة بعدها البؤري 40. يبقى أنا عندي مراية مقعرة بعدها البؤري 40، يعني معنى كده إن مركزها 80. خليني أكتب البؤرة عند 40، يعني المركز عند 80. إذن 70 دي يعني بين البؤرة والإيه؟ بين البؤرة والمركز. فمعنى كده إن الصورة هتتكون بعد المركز، يبقى على بعد أكبر من 80 سنتيمتر. السؤال الرابع بيقول: تتحرك السيارة بنقط عند الضغط على الفرامل وتوقفها عن الحركة. تتحرك السيارة بنقط عند الضغط على الفرامل وتوقفها عن الحركة. تتحرك بإيه؟ سرعة منتظمة ولا سرعة ابتدائية مساوية للصفر؟ ولا عجلة منتظمة موجبة ولا عجلة منتظمة سالبة؟ تمام، بتتحرك طبعا بعجلة منتظمة ايه؟ سالبة، لانه قال لي بدأ يضغط على الفرامل، يعني معناها السرعة تبدأ انها ايه؟ تقل. يراعي الطيارون السرعة ايه للرياح اثناء طيرانهم؟ اتفقنا دي عليها اثناء الشرح. يراعي الطيارون السرعة المتجهة للرياح اثناء الايه؟ الطيران. اخر سؤال عندي: النقطة الوهمية التي تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية. النقطة الوهمية التي تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية دي طبعا ايه؟ قطب المرآة. برافو عليكم. السؤال الأول بيقول: تعرف سرعة الجسم في اتجاه ثابت باسم ايه؟ سرعة الجسم في اتجاه ثابت، سرعة منتظمة ولا قياسية متجهة ولا نسبية؟ شوف مع بعض السؤال التاني: إذا وقف الجسم قبل بؤرة عدسة مقعرة تتكون له صورة إيه؟ لو وقف الجسم قبل بؤرة عدسة مقعرة. مصغرة ولا مكبرة ولا مساوية للجسم؟ احنا قلنا عدسة مقعرة، والعدسة المقعرة كل حالتها بتكون صورة ايه؟ مصغرة للجسم. من القوى المسؤولة عن ظهور المجموعة الشمسية بشكلها الحالي وفقا لنظرية فريد هويل: قوة الجاذبية، قوة النووية، طاردة المركزية ولا جميع ما سبق؟ السؤال اللي بعده بيقول: تنقسم نواة البويضة بعد اتحادها بنواة حبة اللقاح انقسام ايه؟ ميوزي ولا ميتوزي؟ السؤال الجاي بيقول لي: طبعا يعد طحلب الكلاميدومونس من الطحالب وحيدة الخلية، لذا فإن التكاثر اللا جنسي فيه بيتم عن طريق ايه؟ ما نتخضش باسم الطحلب اللي هو مديهوني. تمام، هو الأساس في السؤال إنه بيقول لي طحلب وحيد الخلية. شوفوا كده الطحالب البسيطة أو وحيدة الخلية إحنا واخدينها بتتكاثر لا جنسيا عن طريق إيه؟ تجدد ولا إيه؟ تبرعم ولا انشطار ولا أبواخ؟ السؤال اللي جاي بيقول: لا يعد تكاثر الخميرة انشطارا ثنائيا، وذلك لأنه ليه؟ لأنه بيحدث عن طريق انقسام ميوزي ولا لأنه بيحدث عن طريق انقسام ميتوزي ولا أن حجم الخلايا الناتجة بيكون غير متساوي؟ السؤال اللي جاي بيقول لي: السرعة التي يتحرك بها الجسم ليقطع مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية دي أقدر أسميها إيه؟ سرعة منتظمة ولا متوسطة ولا نسبية ولا عجلة منتظمة؟ السؤال اللي جاي بيقول: عندما تكون نقطة بداية الحركة هي نفس نقطة نهاية الحركة، بيكون مقدار الإزاحة بكام؟ أقل من الواحد الصحيح ولا أكبر من الواحد الصحيح ولا يساوي الواحد الصحيح ولا يساوي صفر؟ عن صفر، لأن الجسم كده عاد لموضع الإيه؟ البداية.
مؤسس نظرية السوديم هو مين؟ لابلاس، أرشميدس، فريد هويل، ولا تشامبرلين؟ سؤال سهل أهو. السؤال اللي بعده بيقول: يتكاثر فطر الخميرة عن طريق إيه؟ يتكاثر فطر الخميرة عن طريق إيه؟ تجدد، ولا تبرعم، ولا جراثيم، ولا انشطار ثنائي؟ يتكاثر فطر عفن الخبز عن طريق إيه؟ سؤال سهل. عفن الخبز، تجدد، ولا تبرعم، ولا جراثيم، ولا انشطار ثنائي؟ عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام الميتوزي لخلية واحدة. عدد الخلايا الناتجة عن انقسام ميتوزي لخلية واحدة 2، ولا 4، ولا 6، ولا 8؟ تنقسم بعض خلايا الميتوك ميوزيا لتكون ايه؟ حبوب لقاح، ولا بويضات، ولا حيوانات منوية؟ الأمشاج التي تنتجها ملكة النحل تسمى ايه؟ يا ترى الملكة دي ايه؟ بتنتج بويضات، ولا حيوانات منوية، ولا حبوب لقاح؟ ملكة النحل طبعا هي المفروض ان هي من الحيوانات، والأمشاج المؤنثة في الحيوان هي ايه؟ البويض. سؤال سهل جدا بس كان ممكن يلخبط. النسبة بين طول الجسم وصورته المتكونة بالمرآة المحدبة تكون أقل من الواحد الصحيح، ولا أكبر من الواحد الصحيح، ولا مساوية للواحد الصحيح؟ طول الجسم وصورته، طبعا الجسم بيكون أكبر من الصورة، يعني النسبة أكبر من الواحد الصحيح. إزاي نجيب البعد البؤري؟ لو ده المحور الأصلي بيكون عليه إيه؟ عدة نقط. النقطة الأولى اللي هي قاف أو صاد، اللي هي المركز البصري لو أنا في حالة عدس. النقطة الثانية اللي هي باء، والنقطة الثالثة اللي هو ايه؟ ميم. المسافة الكبيرة دي اسمها نق، المسافة اللي هنا دي اسمها عين او البعد البؤري. طب انا عندي قانون بيقول ان عين اللي هو البعد البؤري يساوي نق على 2، يعني لو قايل لي نصف قطر ب40 يبقى معنى كده ان البعد البؤري بكام؟ لو نص القطر ب40 يبقى البعد البؤري ب20، تمام. لكن في بعض الأحيان بقى بيرخم زي ما هو عمل في السؤال اللي جاء من شوية وقال لي القطر كله كذا، يبقى المرة دي مش مديني نص قطر، لا ده مديني قطر كامل وأنا عايز البعد البؤري، يبقى بقسم القطر كامل على إيه؟ على الأربعة بقى المرة دي، تمام. يبقى طول قف قطر على ايه؟ على الأربعة. أشوفكم على خير. كان معاكم شيماء الديب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.